هذا يلبي حاجيات يعني كبيره من حيث الحجم، لانه كاين فيه قاعه كتوفر على 1800 ديال المقاعد، وكيمكن له يوزع ساعه حوالي 5000 واحد حسب ما راينا في القدم والعرض الذي قدم لنا. وكنظن مراكش يمكن مازال محتاجه لمثل هذه المعالم، لان مراكش هي مدينه سياحيه ومدينه جميله جدا متفرده في العالم. واعتقد ان رجال الاعمال والسياسيين ورجال الثقافه يعني سوف يقصدون هذه المدينه في المستقبل يعني اكثر فاكثر لعقد مؤتمراتهم والاستمتاع بجمال هذه المدينه الاخاذ وكرم ضيافتها الاسطوري، ويبتهجون بما انها هي البهجه نفسها. مدينه سياحيه ودوله سياحيه، فان تكون هنالك مرافق لاستقبال السواح من مختلف يعني انواع الانشطه الثقافيه والسياسيه التي يحتاج اليها اليوم في العالم من خلال عقد مؤتمرات توفر لهم يعني الشروط التقنيه وشروط الراحه، وكذلك تمكنهم من زيارة مدينة تاريخية وجميلة ومتفردة. أعتقد كل هذا سوف يكون إضافة بالنسبة للوطن، ومثل هذه المعالم تساهم في تنميته وإشعاعه.